وزارة الإسكان تعلن عن طرح 3098 قطعة أرض بالمدن الآتية: أسيوط وسوهاج وجنة وأسوان والفيوم ودمياط والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات وطيبة الجديدة. تابع معايا الفيديو للآخر علشان هقول تفاصيل قطعة الأراضي دي، وكمان هقول تفاصيل جديدة نزلتها وزارة الإسكان إنه ممكن أفراد كتيرة يشتركوا مع بعض ويشتروا قطعة الأرض دي، ودي حاجة جديدة لسه منزلها وزارة الإسكان في المنشور ده. هنشوف منشور وزارة الإسكان اللي نزل، طبعا ده نقلا للمكالمة الفضائية اللي حصلت. يعني قال عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان إن الوزارة بدأت اليوم بطرح 3098 قطعة أرض في 11 مدينة، مشيرا إلى المساحات تبدأ من 209 متر إلى 287 متر مربع متكامل. طبعا وأنا ذكرت الأماكن في بداية الفيديو عشان الفيديو مبقاش طويل يعني عليكم. نشوف باقي الخبر. وأشار الوزارة ستفتح الكراسات ابتداء من 13 سبتمبر الجاري اللي هو الحد الجاي يعني، مضيفا أن التقديم على الأراضي يبدأ من 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر. وضحت أن الكراسات ستكون متاحة للمواطنين من الحد القادم في أجهزة المدن الكبرى من الرابعة وحتى السادسة مساء. والمهم بقى، ولفت أن الشروط تشمل أن يكون قد تم تخصيص وحدة سكنية المتقدم في إحدى مشروعات الإسكان، يعني ما حدش يكون اتقدم قبل كده أو أي قطعة أرض في المدن الجديدة نظرا لأنها أراض تابعة للإسكان الجماعي. منوها بأن قطعة الأرض يمكن يشتري فيها شخص أو أكثر ألا يزيد عدد المشتركين فيها عن 4 أفراد. لو مكنتش مشترك تشترك معايا في القناة، أنا بقدم محتوى تعليمي وخدم لكل الفئات وكورسات لغة إنجليزية. اشترك وفعل الجرس على كلمة كل عشان يوصلك أي حاجة تعليمية وخدمية إن شاء الله.